بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم بنات، ولا صباح الخير ما باش وقتاش راكم تشوفوا في الفيديو، ولا وقتاش راح تحبط باسكو الانترنت راهي شويه ثقيله على بها، ما قدرتش نحبط لكم اليومات اللي فاتوا. بون ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. البنات اللي كنت قريت كامل لي كومونتير تاع لي فيديو الاولاني، صدقوني ماهوش عندي الوقت بزاف باش نقرا لي فيديو، مي كي عاودت وليت ليكم يعني بلي فيديو عاودت قريت تاع البرومي ودوزيام فيديو لي كومونتير. والله بغينا عليكم فيلميت معاكم لا كومونت تاع هاد السمانه، يعني ما فهمتكمش كلش، مي واش قدرت نهبط يعني نصور كان البنات فتحيه وزهره اللي يخدموا معايا يعني في صورت لكم واش وجدوا مقتطفات، يعني بالك غدوه ان شاء الله ندير لكم مونتاج تاع لا كومونت، يعني كيفاش خرجت واش خدموا كامل. انا البنات نخليكم تكملوا تشوفوا لا فيديو من بعد، يعني الروتين تاع لا كوموند راهو في اخر الفيديو. دوك هنا البنات واش راح ندير، راح نوجد الخبز يعني هو الاولاني باش يخمر لي فيت في. عندي نص كاس تاع زيت، وبنفس الكاس راح ندير زوج كيسان تاع حليب يكون دافي، يعني هنا الكاس ديروا اي كاس يكون عندكم ماشي شرط هذايا، نو يعني حوالي واحد نص لتر. زوج كيسان هذا تمرفد لي 4 لتر، يرفد 250 مليلتر. راح ندير هنايا زوج مغارف كبار تاع السكر، باش السكر بالكم يعاون الخميره باش تخمر. عندي هنا خميره تاع الخبز كيف كيف، راني حندير زوج مغارف. انا هنا البنات دوبليت لا كونتيتي باش ندير خبزه كبيره، نتوما الا حبيتو يعني كيما نقولوا خبزه واحده ديروا غير كاس واحد تاع الحليب، كاس حليب وربع زيت هكذا. كي يكون الصيف نقصوا البنات خميره، خاصك على بالنا بلي البرد صعيب الخبز باش يخمر شويه. هنا راح نزيد زوج حبات بيض، هنا الفارينة راح ندير خمس كيسان تاع الفارينة، ندير هنا قبل شوية تاع سانوتش. كيما تقدروا ديروا يعني حاجات واحد اخرين، حبة حلاوة غراند بافو بدرة الكتان، يعني نتوما وما حبيتو. انا درت سانوتش باسكو ولادي يحبوا سانوتش تاع فارينة. ديروهم كامل على مره وخلطوا بال جوست برك بالمغيفه تحت، حبيتو بالبيتخان بالبيتخان، مي هي ما يسحقش عجين باسكو على بالكم الفارينة يعني ما تسحقش عجين بزاف، او رايح يجي سهل وخفيف. انا هنا يعني درتو باش يفطروا به، ولا حبيتو ديروا باش تقهوا به يعني ديروا له كميه مليحه تاع السكر، ومن الفوق تاني كي تدهنوه بالبيض زيدوا رشوه بالسكر يجي بزاف هايل، ولا تقدروا حتى ديروه بالشوكولا داخل او راح يولي لكم بريوش هكذا. يعني حد ضربوا عصفورين بحجر، يعني ديروا كونتيتي هكذا كبيره وقسموها على زوج، نص ديروا لها جلجلان من الفوق، ولا السكر كما قلت لكم رشوا عليها من الفوق، ونص الاخر ديروه مالح، يعني تبدل برك بيناتهم كميه تاع السكر هكذا. كودرتو باش يسقهوا وباش يفطر. ما ننساش الملح. انا البنات نشوف لا فيديو راني نضحك على روحي، صدقوني غير نضحك على روحي. نطم مع الصباح يعني هذه اول حاجه اللي درتها، تقول راني نخدم بتشناف لك شويه تفرصاني، مي وشنو يعني مانيش مامنه بلي كنت نخدم وليدي ما غلطليش صباح، راني نخدم شغل مخلوعه ماشي مامنه روحي. من بعد يعني ما با 5 دقائق انا بديت نرون فيها،
وهو ناض يعني واش قلت لكم كنت نخدم وشغل ماشي مأمنه نخدم ونهضر واحد ايام ولا ناض شي ما ناضش. هكذا البنات هنا الخبز تاعكم راه واجد غطيته بالبابيي فيلم وخليته يخمر يعني لو طون اللي راح تدوزنت الفطور كان واجد يعني من بعد راني رايحه نكملوا معاكم نجوز هنا معاكم من دوزن الفطور يعني حندير لوبيا الو قلت نفيلمي معاكم الو انا البنات جبت لاكوكو تاعي انا تخطيني لاكوكو نولي ما نعرفش نطيب دونك حكمت حبه تاع بصل مويان رابيتها تحبوا نتوما ترحيوها في لاشواغ ولا رحيوها مي وشنو يعني انا نحب ندير لها لوبيا البصل والثوم يعني في زوج ندير الدرسه مي في الاول قبل ما ندير الدرسه راني رايحه نقلي لوبيا تاعي اللي كنت شمختها الليله كامله في الماء نقليها بشويه تاع الزيت تحبوا زيت ولا زيت زيتون انا هنا درت زيت زيتون وعني حبه تاع بصل غير صغيره برك نجي نحط كميه تاع لوبيا تاعي اللي كنت غسلتها من قبل وبيتها ليله كامله من بعد تاني شمختها هنا البنات اشكفون شمخ بزياده وكل ما نشمخ نحي يعني كونتيتي ونحطها نديرها في صاشي نديرها في كونجيلاتور هكذا باش نهار اللي نحصل ولا نكون مزروبه ولا تكون عندي خرجه يعني نطيبها نصيبها واجده ولا نهار ما يكونش عندكم قضيان يعني تصيبوها واجده مشمخه تواسيوها فيت في حطيت لاكوكو تاعي كيما راكم تشوفوا زيت وبصل وهذيك اللوبيا حطيتها تتقلى الو هنا البنات عندي شويه تاع الكمون راح نزيد فلفل كحل يعني حندير درسه باش نواسي بها اللوبيا فلفل كحل عندي العكري تحبوا حار ولا حلو انا ولادي ما ياكلوش الحار لوغ ندير الحلو عندي الملح ماشي هكذا الملح يعني من بعد ندوق ونشوف واش ما نملحهاش لا وهنا عندي الثوم مرحيه يعني كانت في وقتها شريت كونتيتي مليحه رحيتها درت لها شويه ملح وشويه تاع الزيت بون عندي كميه دايرتها في الكونجيلاتور وكل ما تخلص لي يعني نجبد باطم هذوك البايط نفرغها هنايا يعني ديروها برك باطه تكون مغلوقه مليح وتاني مغرفه اللي ترفدوا منها لازم تكون نقيه باش ما تفسد لكمش يعني انا هذه راهي بالله راه جبتها عندها تقريبا واحد شهر باسكو وليت توم كي نخبيها تنبت لي كامل ما كيما درت لها ما حبش الصح لي الوغ اوبليجي ندير لها كيما ندير لها هكذا هنا عندي طوماطيش تاع باطا وهنا من جهه راني نقلي في اللوبيا ديالي يعني غير في هذيك الزيت والبصل هذا ما كان شوفوا حتى اللوبيا تاعكم تولي ترونسبارونت يعني لازم تخلوها مليح في البصل والزيت خليها تزيد شويه حتى تولي ترونسبارونت مليح وهنا يا بنات هذيك الدرسه نجي نحلها بشويه تاع الماء ونزيدها لهذيك اللوبيا نزيد نقليها معاهم مليح من بعد نمرق لاكوكو تاعي يعني لوبيا البنات كاين اللي يحب يزيد لها الرند كاين يحب يزيد لها كرافس انا يحبوها هكذا يعني ما حندير لها والو يعني لوبيا بالدرسه عاديه هاي لك الدرسه تاعي واجده يعني كي تكون عندكم الثوم منقيه يجيكم ساهل طياب دوكا نروح نزيدها على اللوبيا نقليها معاها مليح ومن بعد نمرق ونغلق على لاكوكو تاعي واحد ربع ساعه تكون واجده
احنا البنات يعني لو طون لي لنصبت لا كوكو تاعي وغلقت عليها. شوفوا هنا الخبز الله يبارك كيفاش خمر، شوفوا كيفاش يعني دار هذوك الفقاعات لداخل، دليل على انه راح يجي خفيف ويجي هايل. هنا البنات كيما بعد ما خبر هنا راح نعاون روحي بشويه تاع الزيت باش ما تلصقليش في يدي، نحبط له كامل هذاك الخمر ونفرغه في سنيوه نخليه يعاود يخمر للمره الثانيه. هنا البنات كيما قلت لكم في هذه المرحله اللي حبت دير له السكر تقدر دير شويه سكر، يعني ما تكتروش بزاف، سينو يعني تقسموا على اثنين، نص ديروا في سنيوه وتدهنوا بالبيض وترش لهم اللي عندكم من الفوق هذاك السكر اللي يجي خشين ولا سكرو، تدهنوه بالبيض من الفوق ورايح يجيكم يعني حلو. سينو تحبوا في هذه المرحله كيف كيف، يعني تقسموا اللي حبت ديروا حلو ديروا فوغي بالشوكولا، ديروا يعني كميه وتشوفوا سائل مشيوه كامل بيتكم، بيان سور تدهنوها بالزيت باش ما يلصق لكمش. ومن بعد في بوشادوي تقدروا ديروا شويه بطاطا ختيني باش تفوريوه وتعاودوا تزيدوا له طبقه من الفوق، كما تقدروا ديروا لي بيبي تاع شوكولا ولا فيرميسال شوكولا، راهو رايح يجي بزاف خفيف برك. وشنو يعني على بالكم كيما راهو جاي سايل شويه لازم توجور تعاونوا روحتكم بالزيت باسكو يلصق بزاف. الوغ هنا البنات نجي انا درتو كامل الخبز، نجي نبسط الخبز تاعي. هنا البنات سنيوه فيها 35 على 40 سنتيمتر، يعني راه رايح يقطع لكم كميه لاباس بها. نحل كامل الخبز تاعي، نقرصو كامل كيما راكم تشوفوا في سنيوه، راني ناكد ونعاودك وتشوفوا يلصق. دهنوا برك يديكم بشويه تاع الزيت ودهنوه من الفوق. انا هنا البنات كنت ندير بالزربه ونفيلمي معاكم نورمالمون البيض، يعني اكوشتوني في الاول درت زوج حبات بيض، نتوما تقدروا هذاك البياض ديروا غير زوج بيض تاع البيض والجون تدهنوا به. انا تالمون قلت لكم كل مخلوعه صباح ندير بنزرب يعني نطيب باش قبل ما ينوض وليدي. الوغ غلطت يعني كسرت زوج حبات تاع البيض كومبلي كومبلي، يعني كسرتهم داخل لاباط. الوغ هو تقدروا ديروا غير البلون والجون تغارديوه، يعني واحد ايكونوميزي شويه عباكم بيض، راهو كارثه سورتو حنا مع لي بري تاع الحلوه، يعني والله يصدقوني تولوا تحشموا تقولوا سومه، يعني الله يجعل الخير. كاين بزاف تقول لك كيفاش اللوز حبط وانتم الحلوه كنت تحسبوها غاليه، وهي الله غالب يعني السلعه اللي غلات ما ولاتش غير في اللوز ولات في السلعه واحده اخرى. هنا البنات مون نعاودو نوليو الخبز تاعي. هناك تشوفو كسرت حبيبه تاع ولاد الدجاج، درت لها شويه تاع الخل الابيض باش ينحي لنا ريحه البيض، وتاني راهو رايح يعاون باش يحمر من الفوق، ودرت قرصه تاني تاع الملح. هذه البنات كتدبيره كامل المملح تاعكم كسوا خبز ولا ديسالي ولا كوكا ولا اي حاجه مالحه تحبوا تدهنوها من الفوق ديروا لها اون دوغور، ديروا البيض مع الخل مع قرصه تاع الملح، صدقوني راح تجي يعني الخبز تاعكم محمر من الفوق يجي ما شاء الله. وكاين بزاف اللي كيدهنوا من الفوق شغل دير واحد القشره يطلع كامل هذاك البيض وحده، هنا لا يعني الخل راهو رايح ينحي ريحه البيض، والملح يمد واحد لابغيونس ثاني من الفوق باش يجي احمر. ندهنوا كامل هنا من الفوق، ديروا واش حبيتوا، تحبوا ديروا سانوج، تحبوا ديروا حبه حلاوه، تحبوا ديروا جلجلان. انا هنا البنات يعني درت شويه شويه من كلش، ندهن الخبز تاعي من الفوق يعني قبل ما يخمر لي قبل ما يخمر لي بوغ لا دوزيام فوا، يعني كما راكم تشوفوا غير نقرصو برك ندهنو باش من بعد عبالكم بلي خفيف بزاف راهو جاي سائل، لو كان ندهنو مر ما يخمر راهو رايح يعاود يحبط لي كامل. الوغ دو بريفيرونس غير تواسيوه في السنيوه ادهنوه من الفوق. انا هنا من الفوق درت له شويه تاع السانوج كما راكم تشوفوا، وزدت درت له لي غران بافو ولا حبوب الخشخاش كيف كيف، زدت درت لهم شويه من الفوق. وهنايا عندي خليط بين بدره الكتان وحب رشاد، كما قلت لكم هنا من الفوق تقدروا ديروا واش حبيتوا، تقدروا تقطعوا معدن وسرقيق مع الزبده والثوم تاني تدهنوا به من الفوق، كما تقدروا ديروا نعناع يابس كيف كيف ترشوه من الفوق، تقدروا ديروا زعتره، تقدروا ديروا يعني كيما حبيتوا تنسموا الخبز تاعكم من الفوق.
فهاد المرحله البنات نزيد نخليه يخمر المره الثانيه، يعني المره الثانيه ما يسحقش بزاف وقت، يا ربي نقول واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه وندخلو يطيب. بيان سور الفوق تاعي نكون شعلتو على اعلى درجه 220، درتو يسخن مليح واحد 10 مينوت. ابخي دخلت السنيوه تاعي، يعني حطيتها في الوسط شعلت لها من تحت. انا الفوق تاعي البنات تاع الكوزينه ما يشعليش الفوق والتحت، يشعل لي التحت وحده ومن بعد الفوق وحده. الوغ شعلت له من التحت يعني على اعلى درجه 220، كي شفتو حمر لي من التحت ونشف، يعني كي دخلوا فيه الموس تصيبوه ناشف، طفيت له التحت وشعلت له من الفوق. هنا البنات شعلوا فونتيلاتور هكذا باش يجي خامر ويجي بنين. شوفوا كيفاش جا، الله يبارك ما شاء الله. وندي غير قطن نقسمه هنا معاكم، هو راه سخون نتوما سيو ما تقسموش، هو سخون خلوه حتى يبرد شويه. انا هنا كنت عارفوني باللي مقلقه باش نكمل نفيلمي معاكم لا فيديو، راهو يفور كيما راكم تشوفوا. وشنو يجي الله يبارك ما شاء الله، وريحته ما نحكي لكمش في الدار مع البرد. شكون كيما انايا نهار البرد والشتا، يعني تحبوا حاجه تاع عجين ولا ريحه الخبز في الدار تجي الله يبارك ما شاء الله. هنا نقسم معاكم مورسو باش نوري لكم كيفاش. هنا راهو سخون وشوفوا كيفاش راهو الله يبارك جا فارغ من الداخل ومقطن. الوغ لا كيبرد يزيد يولي خير وخير، يعني يشد لكم ماشي، يعني لا تحت هذاك اللي يبرد قولوا ينشف ولا مام يصبح يعني يجي يتفتت، ماشي هذاك اللي يجي ناشف يحصل، يجي الله يبارك ما شاء الله. انا بعد ما كنت يعني كملت الفطور ودرت الخبز، كملت غسلت الماعن هادوك اللي تغسلوا بلي تغسلوا واللي دخلوا لافيسال دخلوا، وجيت نجوز نشاف. يعني كنت حطيت واحد لا فيديو كان فيها هاد البيدون تاع المسيح، اكرمكم الله بزاف اللي قالوا لينا نانو واش رايك فيه اسك مليح ولا لا. انا هنا البنات راهو عندي تقريبا مده عام ونص، يعني تقريبا عامين وانا نستعمل فيه. شوف هو البنات مليح صراحه، بصح ما راهوش هذاك اللي زعما كيما نقولوا نهار تسيقي تسيق اف. وانا هنا البنات باش مسحت به جوزت كامل لاسبيغاتور، ولا اللي ما عندهاش اسبيغاتور تكنس بيان سور طم كامل هذيك الغبره والشعر وكامل، من بعد تجوزوا به. يعني ما راهوش هذاك التسيق تاع اف، يعني مليح تجوزي به. ولا كو تعرفوا دار دراري واحد دفق حاجه ولا طحت حاجه ولا تعتمتم يعني تواسيو به، يعني صراحه هو هاي اللي نشف. وسورتو اللي عندها يعني بروبليم ما تقدرش طابس، عندها بروبليم في يدها ما تقدرش تعصر فيها، جهه ديروا فيها الماء واللافسول تاعكم، والجهه اللي ملهيك راهي رايحه تعصر لكم، يعني ما يخليش جاي فيه من تحت النشف تاعو جاي ميكروفيبر، ما يخليش شعر، ما يخليش لي تراس. سورتو صحاب دال دو سول عباكم بلي كي تنشف تبان فيها بزاف، ميم الباركي يعني ساعدني، هذا فو باركي على كل حال ماشي باركي، الوغ ساعدني بالبزاف. دونك جوزت للدار كامل به كما راكم تشوفوا، من قبل منها قلت لكم جوزت كامل بلاسبيغاتور على الدار اسبيريت كلش، ومن بعد يعني جوزت نشاف غير خفيف باسكو كانت الشتا ماشي نهار تاع تسياق. ابخي جاء ادم يعف سنة فيلمي وهو يعفس، سنة فيلمي وهو يروح للبيدون. ومن بعد هنا البنات جيت فرشت كامل لي طابي تاعي قبل ما يجو دراري، على بالكم بلي يجو استر هنا قريب طح، قبل ما يجو دراري الفطور، يعني ما نحبش كي يدخلوا يفطروا يصيبوا الدنيا مزرزقه ولا شغلي مازال ما كملتوش ومن بعد يبداو يعفسوا لك كل واحد منين يجي منين يروح. الوغ جيت نفرش هنايا كامل وين جوست نشف، عاود رجعت لي طابي تاعي. شحال حاله يا بنات كي تكملوا تسيقوا وتعاودوا تغلقوا كامل وتدفي والدار والدراري يجوا يفطروا يعني تحسي روحك درتي انجاز. ساعات خاطري تنوضي الصبح ما ديري والو تبقاي غير دوري في بلاصتك، قولوا لي لا نتوما تاني ساعات نوض صباح ندير الفطور نسيق، يعني تكون عندك واحد الحماس الله يبارك. ولا ساعات الله يسترنا تقول بيتي نخدمه مع الجنون يا لطيف، نوضوا مدقدقين ونبقاو غير ندورو ما نديرو والو. هنايا راني نفرش وسي ادم يجي يعفس ويجيب لي فلي جوي تاعو. شوف مازال ما فرش مازال ما كملتش، بدا يخرب في الحاله، يعني دار دراري ماشي سهله باش تبقى يعني مخمله توت لا جورني، سورتو كي يكونوا صغار عندهم لي جوي يحبوا يلعبوهم، جابوا هادي رماو هادي، يعني والله غير يحليل صح صح يحليل وحده اللي تربي. سورتو اللي عندها يعني دراري واحد اخرين ويعني مسؤوليه تكبر، ربي قدرنا عليهم وربي يسمح لنا من الوالدين، يعني والله صراحه بزاف يعني صعيبه الحاله باش توفقي بين خدمتك وبين يعني هذاك الشغل تاع الدار، ورانا بالسيف باش نواسيوه مع التربيه وكامل. شوفوا ليكزومبل شفتوا هذا وين فرشت قدامكم، شوفوا هذا مازال بسم الله هذا غير خمس دقائق برك.
ربي قدرنا عليهم. وهذا ما كان بو هنايا جيتنا كيف كيف يعني، كنت صباح اللي طلع شوم تاعي وخرجت الكوفيرطا، خرجت المخايد شويه تهواو وعاود تغلقت. وهنايا جيت نعطر لا شوم تاعي ونظلمها هكذا باش نرقد الدوما، يعني لازم يدير لا سيست على الاقل. يعني هو هو يصيب راحته باسكو لا هو ينوض لي بزاف بكري، ولو كان ما يرقد ليش العشيه يبقى غير يبكي. شوفوا البنات هذيك الظلمه سورتو نهار اللي تكون الشتاء والبرد، يعني هذا واش يسلكها لا سيست. الوغ هنا البنات كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، يعني هكذا باش ما نغيبش عليكم. يا لو كان وصفات خفاف ظراف البنات، هاد لاموس كون درتها مي والله ما صورتها، ما صورتش يعني الوصفه. لاموس تاع تشينا تجي بزاف هايله. قولي اسك راكم حابين يعني نشارك معكم الوصفه نعاودها على جالكم، ماشي خساره. يعني درتها صدقوني في الليل، يعني الدقيقه الاخرانيه يعني نغسل تغسل في الماعن ويتوجد فيها. تجي لاموس هادي بزاف هايله، سورتو اللي يحبوا يخبيو يعني تشينا لرمضان ديروا بها هاد لاموس تجي بزاف بنينه. دونك قولوا لي اسكراكم حابين نحطها لكم نعاود نديرها، يا با دو بروبليم. اهنا البنات يعني كانت عندنا طلبيه تاع كومونت تاع حقيقه فيها مخبز كعكعات وواحد صابلي بريستيج، صابلي جامي خدمته ويشد بزاف اليد. يعني بعث لي لا كليونت موديل يعني كانت شافته في انستغرام، دارت لي كابتور قالت لي نانو اسك سي بوسيبل تخرجي لي هاد لو موديل، قلت لها نخدمه لك. مي وشنو يا البنات يشد اليد، يشد اليد لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها. شوفوا هذه لا ديكو تاعو، نخليكم تتخيلوا صابلي هذا. كل وحده تقول لك وشنو هو هذا لا ديكو تاعو، قولوا لي هاد بياسات هادو شح ندير بهم. فريمون اللي يخدموا معايا شدهم شدهم صدقوني، في زوج فيهم قعدوا يومين ولا ثلاث ايام هما يخدموا غير فيه مع لا ديكو ما نحكي لكمش. هنا البنات حبت تنطل نشوف البنات اللي يخدموا واش داروا واش ما داروش. هنا درت لهم طبسي تاع طمينه، هنا فتحيه هي اللي دشناته نقولها بصحتك، يعني جاها على قلبها نقولها بصحتك هي هي والزهره، سيرت الزهره يعني مهبوله. عندي وحده تخدم عندي مهبوله على الطمينه، يعني غير تصيب شويه وقت ولا شويه سميد تنوض بلا العجز، تنوض تحمص ودير شويه زبده شويه عسل وبراس تاع قهوه ما تعجزش كامل. نقولهم بصحتكم يعني والله غير تستاهلوا ما اكثر من الله غالب. يعني ادم اللي راهو شادني مانيش نحبط نخدم كامل معاهم بزاف، ونقول لكم يعني تستاهلوا ما اكثر، يعني ربي يحفظكم وربي يقدركم ان شاء الله. باسكو على بالي بلي خدمه متعوبه، وتاني باش تخدمي خدمه الناس وساعات انا ما نكونش واقفه عليهم البنات، ما نكذبش عليكم مع التربيه وساعات ادم يمرض والبرد ما نقدرش نديه لاتولي، لاتولي صغيره ما كانش كامل كيفاش ندور تماك. الوغ المسؤوليه راهي كامل عليهم، نقول لهم يعطيكم الصحه يعني توجو صايبتهم في كتافي، ربي يحفظهم ان شاء الله ونجح لهم وليداتهم. هنا الزهره راهي مع الكعكعات تطلي فيهم هما المخبز، وفتحيه يعني كانت مع لا ديكوراسيون. صدقوني فتحيه يومين ولا ثلاث ايام هي غير مع لا ديكو، لا كوموند هذه صدقوني غير لا ديكوراسيون تاعها اكثر من خدمتها. هاي كيما هنايا زهره يعني كانت دارت الكعكعه، دارت المخبز، دارت لي فوندو تاخت هادوك، دارت شحال من حاجه. وفتحيه يا ربي ما كملت لا ديكو، يعني البخي تاع هاد الصابلي صدقوني. بعد يعني نحطه لكم ديفيني وشنو هو كيفاش داير. ساعتك وتشوفوا يعني تخلصي خدامه على 3 ايام والكاطو ما يوجدش، يعني تصيب روحها مسكينه غير 3 ايام هادوك وهي غير في لا ديكوراسيون والحلوه ما طلعتش كامل. يعني ساعات يقولوا لينا نو تحسبي غالي، مي صدقوني ولات لا ديكوراسيون نحسب هي اللي طلع البخي تاع الكاطو. ساعات مخبز سامبل باغ اكزومبل نقولوا تحسبيه ب 16 17000، كي يكون ديكوري والديكور تاعو شارجي يقدر يلحق حتى 30000. وساعات والله يا البنات غير 30000 هذيك يعني ماشي البخي تاعو. سورتو ايماجينيو كيما قلت لكم دوك كيما انايا راني مولات صنعاء وعندي خدامات يخدموا عندي. ايماجين دوك انتيا تخلصي با عندك عندك اللي عندها حانوت، عندها الكرا تاع الحانوت هكذا، عندك الكرا عندك الخلاص تاع الخدامين وعندك السلعه اللي ما راهيش رخيصه. الوغ ايماجين دوك انا تجيني وحده تخدم معايا ولا تخدم لي عندها تخلص 3 ايام غير في لا ديكوراسيون برك، فهمتوا؟ بلا ليامات الاخرين يعني بلا خدامات وحده اخرين، نهضروا غير على خدامه وحده. شحال كي حتحسبي لها لابياس؟ يعني صدقوني مام وحده اللي تخدم روحها ماشي خدامه، ايماجين تقعدي 3 ايام وانت تخدمي غير في لا ديكو قبل ما تبداي كامل الحلوه تاعك. دونك هذوك 3 ايام يعني صدقوني قد ما راكم رايحين طلعوا البخي تاع الحلوه والله العلي العظيم لو كان نحسبها ب 50000 غير ما تجيب حقها. ام بعد تيك تجي لالا مولاتي تقول لك لالا تحسبوا غالي ولا لا هبلتوا يا مدام روحي انت تجوزي معانا نهار برك فلاتولي.
وشوفي اسك تقبلي تخدميها بهذاك لو بري ولا لا لا. يعني والله غير ساعه ولينا نصيبو ما نكذبش عليك، شغل ماشي مشاكل من نصيبو صعوبات في لي بري مع لي كليونت، من الله غالب يعني صدقوني الوقت يعني راهو يجري، وهذيك يعني حرفت اليدين قد ما تعطي لها سومه قليل فيها. ما نكذبش عليكم البنات، يا اما دو كامل الحلواجات يا اما يخدموا ببري مسقم وشباب كما يقول لك لي تستاهلوا الحلوه هذيك. دونك تدي انت حلوه بنينه وطريه وجديده ونقيه وبيان ديكوري، هادو كامل يدخلوا في سعر الحبه. يعني ماشي معناتها نحسبوا غير اللوز والسكر برك، هذاك هو لو بري تاع الحلوه، وربي يجيب الخير ان شاء الله.